تواصل وزارة الداخلية ضرباتها القوية ضد جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والرشوة واستغلال النفوذ والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تشكيلات عصابية بأسيوط وسوهاج وأسوان لقيام عناصرها بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وعلى صعيد ضبط قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط صاحب شركة للتجارة والبرمجيات بالقاهرة لاستيلائه على 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال العملات الافتراضية بيتكوين مقابل أرباح متفق عليها، وامتنع عن السداد أو رد أصل المبالغ، وذلك بالاشتراك مع آخرين تم ضبطهم عقب استهدافهم بمحل إقامتهم. وعلى الصعيد ذاته، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، حيث استولى على 10 ملايين جنيه بحجم تعاملات طبقا للفحص المستندي بلغ أكثر من 7,350,000 جنيه. نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث يقوم عناصر تشكيلين عصابيين بالدقهلية وقنا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وفي مجال جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية استغل موقعه الوظيفي وقام بالتواطؤ مع شخصين ومكنهما من الحصول على رخصتي بناء دون اتباع الإجراءات القانونية التي تتعلق بسند الملكية للأرض المقام عليها البناء وتربح من وراء ذلك. كما ضبطت الإدارة موظف بإحدى الوحدات المحلية بالإسماعيلية لقيامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص مستغلا موقعه الوظيفي ومكنه من البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما أضر بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.